FM. الكل مليك. فما معاناة كبيرة جدا. لا فما دورات تكوينية باش تحميهم، خاطر هما في مواقع الخطر أيضا. فما التهريب وفما الإرهاب وفما يعني ظروف صعبة جدا. أولا تشغيلهم هش، يعني صحفية تاخذ ساعات توصل 200 دينار بالمراسلات بالدرشنية بالمجهودات، التنقل على حساب الخاص، العقليات أيضا غاديك، يعني معاناة الصحفيات في مناطق الجهات. حبينا نحييهم بهذه المناسبة ونحيو خدمتهم الجبارة والكبيرة بالطبيعة. لا يعني الصحفي راهو ما كانوا مش كسوة وكرافات وبيرو، الصحفي ما كانوا هو الميدان أيضا، وخاصة زميلاتنا الصحفيات في الجهات اللي يعانيوا فيه معاناة كبرى. الكل مليك.